عوائل الشهداء والضحايا، أعزيكم وأتقدم إليكم بهذه المناسبة داعيا الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب العراقي جميعا وذوي الشهداء خصوصا الصبر والسلوان والتعزية بهذا اليوم الفاجعة التي فجع بها العراقيون في تفجيري وزارة الخارجية ووزارة المالية، وإنه لعمل إجرامي وهو امتداد للأعمال الإجرامية التي مارسوها تحت عناوين زائفة. وأقول هنا في هذه المناسبة وأذكر بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استرعاه الله رعية قوم ومات حين يموت وهو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة. بهذه المناسبة أقول أن الشعب العراقي جميعا والحكومة بكل أجهزتها هم أولياء الدم، وهم الطالبون بالثأر لهؤلاء الأبرار الشهداء الأبرياء الذين اغتالتهم يد الجريمة والغدر. ولا نتحدث عن الثأر الذي ينطلق من الحقد، إنما من العمل الذي نحمي به وحدة بلدنا وكرامة شعبنا ومسيرتنا السياسية حتى تحقق أهداف الشعب العراقي في كل المحطات والمواقف والتطلعات. إرادتان يتصارعان في العراق: إرادة الشر التي تحملها تنظيمات القاعدة وحزب البعث ومن معهم من عصابات وخارجين على القانون، وإرادة خير تحملها حكومة الوحدة الوطنية ممثلة للشعب العراقي الذي اختار هذه الحكومة لتولي أمور الدولة. وعلى طول التاريخ كان الصراع مستمرا بين الخير والشر وسيبقى، وليست هي هذه المحطة فقط التي نصطدم فيها ونصطدك فيها مع الشر ودعاته، إنما هي تاريخية وعبر كل المحطات. ولكن مهما بالغ الشر بالجريمة لن يهزم الخير أبدا، ومهما كان الشر مدعوما محليا وخارجيا فسوف لن يكون قادرا أبدا على هزيمة وإرادة وقوة الشعب العراقي الذي يعبر في كل يوم وأمام كل مصيبة تمر به عن مزيد من التلاعب ومزيد من الوحدة. وطبيعي ذلك لأننا أصبحنا ندرك أن المستهدف ليس هو المسؤول الأول أو الثاني أو الثالث بالدولة، إن المستهدف العراق، المستهدف الإنسان، المستهدف البناء، التطور. يريدون إعادة الماضي بكل آلامه وجراحاته التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه، ويصرون على عدم الاعتذار، ويصرون على عدم الجلوس ولو للحظة واحدة يفكرون ماذا عملنا بالعراق، على يد من فقد العراق سيادته، وعلى يد من ذهب أبناء العراق ضحايا عبر كل التاريخ الذي حكموا فيه، ويصرون على أنهم اليوم يتحدثون باسم العراق ويواصلون نفس المسار: القتل هو القتل، والقتل هو القناة والجسر الذي من خلاله يصلون. فكيف سيسمح لهم العراق والعراقيون بأن يعودوا ومعهم هذه المرة غربان السوء من تنظيمات القاعدة؟ مع الأسف الشديد لا يدرك الآخرون من إخواننا وأشقائنا وأصدقائنا ماذا لو انتصر هؤلاء. من الذي سيدفع الثمن؟ ليس العراق فقط، إنما المنطقة والقيم الحضارية والقيم العصرية والدولة واستقرار المنطقة برمتها. لكن أنا أقول بهذه المناسبة أنها كانت رسالة لنا بأننا نستهدف دولتكم